صباحية جديدة من أوريانت نيوز صباح الخير ك... لكل يلي عم بيتابعونا اليوم ليوم الاثنين 2 آذار صباح الخير مشاهدينا التغذية والتنمية البشرية وجولة بترصد حياة السوريين في المغترب كلها مواضيع وأكثر رح تكون جولتنا اليوم بس بداية بنشوف سوا العناوين كيف تكون حياتنا ميدان للتعاون وليس للتنافس السلبي وما أهمية أن نفكر لمنفعة الجميع دون تفضيل المصالح الشخصية تقاليد الزواج والمهور في كفرنبول بريف ادلب قصه لها تقاليدها الفريده والمميزه. ونذهب في جولتنا الى سويسرا نتابع كيفيه اندماج السوريين هناك في المجتمعات الغربيه بعد لجوئهم. وفي الأخبار التكنولوجية لليوم إيسر تكشف عن نسخة مطورة من سوارها الرياضي ليكويد أهمية التعاون مع الآخرين والوصول إلى مرحلة نكون فيها أو نكون فيها قيادين ومؤثرين ونؤسس العلاقات بين الأشخاص بشكل فعال رح نحكي هالموضوع مع الدكتور وسام حداد مدرب التنمية البشرية صباح الخير صباح, الخير دكتور أهلا وسهلا فيك بالحلقات خير. السابقة كنا حكينا عن كتاب العادات السبعة الأكثر فاعلية اليوم رح نستكمل العادة الرابعة حكينا عن العادة الأولى والثانية والثالثة بشكل مفصل اليوم وصلنا للعادة والصفة الرابعة شو رح تكون اليوم العادة الرابع؟ حابب الفت نظر انه نحن الكتاب هو مقسم لمراحل، المرحلة الأولى الأولى اللي هي بسميها النصر الشخصي صحيح. أو النجاح الشخصي، م -م. الانتقال من الاعتماد على الآخرين للاعتماد على الذات، اللي هي ثلاث عادات الأولى اللي حكينا صح. فيهم كن مبادرا ابدأ والغاية في ذهنك ابدأ الأ... بالأهم فالمهم <applause> عفوا فالمهم هدول ثلاث عادات بشكل المرحلة الأولى، هلا انتقلنا للمرحلة الثانية اللي هي النصر الجماعي أو النجاح مع المجتمع ينتقل للتعاضد مع الاخرين او الاعتماد بالتبادل، بدل الاعتماد <applause> على الذات، الاعتماد بالتبادل مثل ما سماها ستيفن كوفي بكتابه. العاده الرابعه هي مكسب مكسب. المنفعه للجميع. طبعا التصورات الذهنيه للتعامل مع الناس هن عاده بيكونوا مكسب خساره صح مكسب, مكسب 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 فقط خساره مكسب خسارة خسارة, خسارة, خساره خساره او مكسب مكسب او لا اتفاق بنمر عليهم وحده وحده بشكل سريع آه نترك مكسب مكسب للاخير م. مكسب خساره م. يمكن اكثر شيء منتشر ما بين الناس هو هذا الموضوع واحد مكسب ربحان واحد خساره, خسارة. انه بالنهايه انا اذا بدي اكسب هذا المفهوم العام يعني م. بحياتنا عموما انه اذا انا بدي اكسب لازم حدا تاني يخسر فهو م. المعادله لانه في شيء بده يروح ففي شيء بدي اخده انا بدي يروح من حدا تاني قطعا <applause> انا اسف فهو عادة لما في تدريبات كثير بنعملها لحتى نقيس قديش مستوى العاده الرابعه عند الناس فللاسف دائما 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 90% من الناس اللي موجودين بيكونوا بالتدريب بيطلع النتيجه انه مكسب خساره <تصفيق> مثلا, <تصفيق> مثلا <تصفيق> يعني. مثل اذا بتعرفي المهاتير محمد طبعًا. عمل تجربه راح على مدرسه فجمع المعلمين وربط <applause> بوالين بقدم كل واحد منهم وقال لهم اللي بيبقى بالونه مش مطقوق ما حدا طاقه يعني لساته ساغ سليم آه له مكافاه فبلشوا دج 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 يخطوا بعض <applause> ما حدا لحتى بلون آه البوالين كلها فهو بكل بساطه الشاهد من الموضوع انه آه كان بامكانهم يضلوا كلهم بوالينهم ساغ سليم كان ممكن كلهم يكسبوا انه تعوا يا جماعه كلنا نكسب ما ما حكى هو انه واحد بس قال اي حدا حيكون فعاده بنعمل كتير تمارين مثل مثل ورقتين بيضه مثلا قلم انه مين اللي بتضل ورقته بيضه بس فبتلاقي كله عم يهجم على الثاني بده يشق بده يشخبل بده كذا ولا حدا بيفكر انه ممكن احنا الكل تكون ورقتنا بيضه وكلنا احنا نكسر بدون خسارة عم مداخلة دكتور هون وكأنك عم عم بتحاول تقولنا عن التفاوض يعني أو مهارات التفاوض اللي إحنا بمفهومنا العام دائما بنفكر فيها أو تفاوض أعمال تجاري أو تفاوض سياسي يعني ننسى تماما هالمهارة بحياتنا الشخصية هلا إسقاط العادة الرابعة ممكن تسقطيها على عدة أمور أحدها اللي هو التفاوض م. ممكن تسقطيها على حياتك الشخصيه ممكن تسقطيها على كثير امور احد هاي الامور اللي هي التفاوض no. اصلا مبدا التفاوض ومفهوم التفاوض التدريبات اللي بتعملها السفارات والدبلوماسيين no. على النظام الحديث هو نظام مبدا مكسب مكسب mm. لانه قطعا Win -win. اي حدا بيكون خسران حيجي حي يوم ما حيكون راضيان ما حيكون راضيان فهو ما حينتهي التفاوض mm. يعني اذا طلعت انت ربحان وحدا تاني خسران ما تفكر انه انتهى التفاوض حيجي يوم يرجع يفكر يهما. انه انا خسرت صحيح. معك ف هلا بنحكي بالتفصيل انه ليش ليش مكسب مكسب لازم يكون لا. فاول واحد هو مكسب خساره, خسارة. وهذا اللي كثير ناس بتعتمده صح وبيأثر اه على العلاقات يعني اكثر من انه بياثر أكيد. على اكيد اكيد هلا بس نفوت بمكسب مكسب حنقول ليش اخترنا حنخت... مكسب مكسب طب لا. اوكي انا هيك هيك كسبان ولو غيري خسر هشوف انه انه ما كسبان انت بالشكل اللي انت دكتور مسام قد ايه بنتقبل الخسارة في كثير اشخاص ما بتقبلوها مثلا دائما متعودين انه مكسب مكسب ما بتقبلوا جانب الخساره حتى بحياتهم الشخصيه او بخافوا ايضا من الخساره كيف يعني فينا نتقبل الخساره هل هو اصلا مفهوم الخساره عنده في مشكله هو معتبر انه اذا اذا تماما انه انا اذا خسرت شيء فاذا انا فشلت لانه اذا بتتذكري حكينا سابقا على موضوع التمحور لانه هو متوحور متمحور حول أو. حول الماده نعم. او حول ذاته ونجاحاته الشخصيه فهو مو شايف شيء ثاني مو شايف بناء العلاقات مو شايف لقدام قديش نعم. ممكن يعمل له هذا الشيء فرق بحياته مو شايف اي شيء غير انه هلا هو خسر نعم. بيفكر هلا باللحظه ما بفكر لقدام فهذا بيكون عنده فشل بيعلم ايضا اذا الواحد يعني اكيد صار عنده اسرار واذا اصلا ساكير. الخساره ليست فشل يعني طبعا يعني المبدا اللي عم نحكي فيه طبعا لما يكون انا واصلا ما في خساره عم نحكي مكسب مكسب, مكسب. نعم. نحكي مكسب مكسب آه الثاني اللي هو خساره مكسب. مكسب طب معقول في ناس بتخسر وشان غيرها يكسب اه في في ناس آه بتخسر عشان غيرها يكسب اللي, اللي هو بيكون كثير آه عنده قيمه العطاء عنده انه انا لازم يعني خير. لازم ادفن حالي مم. انا لازم موت والناس تعيش وانا كذا وانا موجودين. كذا هذا الشخص دائما هو عم يعني يعطي وما عم يفكر اصلا بحاله خساره مكسب برضه غلط. إن, غلط أن الواحد يفكر بالمجتمع وبالآخرين حيوصل لوقت هو استنفذ كل ما يملك مم. فحيكون هذا مستهلك للانسجار. يرجع ياخد ما بعرف قد بتوافقني بس انا بشعر يمكن هالنموذج تحديدا بتسمو في امهاتنا يعني في مجتمعاتنا الشرقيه اللي قد تكون كثير مرضيانه مثلا بحياتها لكن حتى استقرار البيت الاولاد بيكون عندها هالمفهوم مو هيك؟ طيب برايك انه الام اللي انا على فكره شفت نماذج نماذج هيك بحياتي عموما برايك الام اللي بتضل فعلا مثل ما عم تقولي انت موجودين هم. هدول صحيح. بكثره وصح صحيح. مثل ما ذكرتي مثال الامهات هل برايك هي الام اللي دائما بتعطي ودائما بتترك كل شيء بخصها وما بدها شيء نعم. و... ولا بتسال عن سعادتها ولا اي شيء الاطفال حتى. قديش بعدين هي حيكون فجل. في عندها ازمه داخليه نعم. حتطلعها باطفالها قديش بتأكيد. ممكن يكون مؤثر على المنزل هي مفكره انه هي عم تقدم سعاده للناس في فرق ما بين تكون عم تقدمها برضا وحاسه حاله انه مكسب مكسب حاسه انه انا عم بعطي بس انا عم بكسب اولادي انا عم بكسب بيتي انا عم بكسب فائدة. في شعور الرضا موجود نا. هيك مكسب مكسب رجع طبعا طبعا فهو مفهوم قديش انا عم بعطي وشو عم فكر لما عم بعطي أكيد انا انا يعني هي مثال يعني كنموذج لانه بالفعل صحيح. موجود يعني, لما يعني تماما تماما أه حكينا مكسب خسارة, مكسب خساره خساره خسارة خساره خساره علي وعلى اعدائي لا بده يخسر اللي اذا انا بدي اخسر خلي الكل يخسر يعني تبكي الف عين تبكي وعين امي ما تبكي صح فهو هذا هي المثل الشعبي على فكره بيوحي لك احيانا عن ثقافه موجوده طيب. في المجتمع بيطلع المثل الشعبي <applause> اصلا يعني من 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 شيء موجود بالمجتمع من عادات من تصرفات من ناس تجارب بالفعل أنا, أنا بشعر بالسياسة للأسف للأسف, للأسف, للأسف ولا في أشخاص بالفعل صحيح. لما خلص بشعر إنه رح يخسر عملية تفاوضية معينة بيقول عليه وعلى أو نحرق يعني البلد خسارة خسارة <applause> ما في أو نحرق البلد طبعا. يعني أنا أو أو لا أحد فهو خسارة خسارة كمان موجود بمجتمعاتنا مكسب مكسب لسه هلا قبل المكسب مكسب في عنا كمان مكسب خساره مكسب خساره مكسب حكينا حكينا مكسب, مكسب, مكسب خساره خساره مكسب حكينا, حكينا مكسب, خسارة مكسب خساره لحاله اظن حكينا خساره, لحالة. حكينا خسارة آه. لحاله خساره خساره في خساره لحاله وفي مكسب <applause> لحاله خساره لحاله انه برضه هذا الشخص اللي يعني خساره مكسب الأم المثال اللي ذكرتي لي هي تعطي وغيره يكسب خساره هو مو فارق معه حدا هو عايش بالحاله تبع الضحيه <applause> أنا دور أنا الدحية. لازم آه يعني بده يخسر كل شيء، حدا ما ما فارق معه ما بده يكسب شيء بالحياة، مم. اللي هو بيكون عايش بحالة اكتئاب و... سلبية انتوائية ومو فارق معه شيء، فهو ما بغض النظر عن الطرف الآخر كسب خسر ما مم. كثير فارق معه، مم. هو لما يخسر بيحس بالشعور اللي اللي بيرضيه لأنه أحياناً لما بيتقمص دور الضحية وبيعيشه بكل بكل مشاعره وأحاسيسه فبتلاقيه إنه هذا اللي 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 بيوصل لمرحله انه بيشطب نفسه مثلا او بيأذي حاله او مم. كذا هو بس عم يخسر مم. وهذا ما في طرف ثاني يعني في اشخاص زاهدين بالحياه لكن ما عندهم هالعقليه او منظومه القيم او التفكير مفهوم الزهد لحنا. عندهم في خلل مشوه تمام آه. تمام مم. مكسب لحاله اللي, اللي بعدها هي مكسب لحاله يعني انا المهم اكسب انا أنت كسبت بعد أوكي. الطوفان على عيني وراسي أنا انت خسرت تمام مفارقة معي يعني هداك مكسب خسارة أه لازم تخسر إذا أنت ما خسرت أنا ما بحس حالي رضيان يعني إذا أنا عم فاوض أنا وياك بصفقة <applause> وما حسيت أنه أنا ضليت مص دمك مص دمك ما بحس حالي كسبان مم 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 لا هذا هذا مفارمة وهذا تبع المكسب أنه أخي أنا المهم أنا أكسب أنا أربح بغض النظر الطريقة أو أه ما كثير فارق ما كثير فارق معي هلا في مكسب مكسب أو لا اتفاق <متحدث> هدول الاشخاص اللي اللي شوي جامدين بموضوع التفاوض انه اما اوكي عنده مبدا مكسب مكسب <متحدث> الزلمه انه انا بكسب وانت بتكسب بس ما في تنازلات <متحدث> يعني ما بيوصلوا لقاعده مشتركه يتنازلوا شوي <متحدث> لي ليعقدوا الاتفاق انه دائما ممكن الاتفاقات ما تتم <متحدث> انه هو بيعتمد او لا اتفاق يعني اما بيحدد المكسب اللي <متحدث> بده اياه هو <متحدث> 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 واكيد الثاني بيكون محدد مكسب فبيجوا بيتفاوضوا بيوصلوا لمرحله انه لا اتفاق يا يعني من اتفق على هذا الشيء هيك مثل ما هو مؤطر نكون أو, او لا نكون بلها. او بلاها <applause> يعني هذول الاشخاص للها. المتشبثين دائما بآرائهم متمسكين بعاداتهم او تقاليدهم ممكن هاي تكون النوعيه مكسب مكسب يعني الإسرار. تقريبا تقريبا هذا الشخص التنح بنسميه احنا <applause> انه اوكي انا انا معك انت <applause> لازم تكسب زلمه <زي تصفيق> عنده هاي القاعده بس بأس. على طريقتي بس انه اخي انا هيك اوكي والثاني بيقول له انا هيك بالاخير حل عنا شكله إحنا ما بدنا نتفق يعني ما ما بدهم اثنيناتهم يتنازلوا حتى يوصل لحل وسط يكونوا كسبانين يعني العملية او, أو نعم. ما بنتفق او كل واحد بيكسر طمع. يعني هي, بيكسر هي العملية التفاوضية بتاريته. البسيطة اللي بتصير مم. ما بين الزبون وبيع البسطة الشاري والبايع على ولا انه طب انا حاطط ببالي ادفع نص دينار سعر معين تمام هذاك بده يبيعها ب 70 قرش مم. ما بيوصلوا ليش بتمشي بتمشي معك ب 50 ب 50 قرش لا ما بدك تدفع 70 ما في ابدا <applause> بيحمل حاله طب تعال اخي انت <applause> انت ربحان فيها 20 ربح فيها 10 قروش وانت بالنهايه دفع لك 10 مشي الحال تفاوض تمام هذا بصير مكسب مكسب لا هذاك انه ابدا هذا اللي هو آه مكسب مكسب او لا اتفاق <applause> الاخيره اللي هي اللي هي مكسب مكسب قبل ما نفوت فيها في عندنا فيديو حنشوفه قديش طبعا هو مرتبط بشكل او باخر مع اللي عم نحكي فيه no. عن الطمع حنشوف no. الانسان اللي بيفكر بس بالمكسب ما بيفكر باي شيء تاني ما بيشوف حواليه اي شيء ممكن آآ آآ وين رايح وين وين حيوصل <applause> بس هو هدفه ياخذ no. اكثر اذا جاهز الفيديو خلينا نشوفه جاهز الفيديو خلينا بعد עד מכסב, עד שקלו دكتور <applause> على شفنا دكتور مثل ما شفنا المكسب قديش بشد قديش الربح شجع. بشد البني ادم نعم وهذا عنده الشجاعة الكبيرة العالية فهو مركز على المكسب بس الطمع وصل لمرحلة الجشع حتى إنه بس بده ياخذ بطل يفكر بأي شيء ثاني بطل يفكر يعني هون ما في طرف آخر بس طبعا. بطل يفكر حتى بحاله بحاله صح إنه بالنهاية أنا وين رايح يعني خلص هو رايح حاطط عينه باتجاه المال ومتجه <applause> فات جوا الخزنه نسيان انه هو بالنهايه حتتسكر وقت علق جوا الخزنه طيب الدكتور وسام قد ايه هاي النماذج خلص موجوده؟ ضل جوا معلق، قد ايه النماذج موجوده في مجتمعاتنا العربيه؟ الانسان دائما احيانا بيركز على شغله على عمله على الجانب المادي اكثر ما بيركز على حياته، التفاعل، التواصل الاجتماعي والانساني ايضا للاسف أه كثيره اللي يعني بنشوفها نحن كثير بحياتنا حتى مو بس مركز على شغله حتى مركز على شغله بطريقة خطأ بطريقة سلبية مركز على شغله بطريقة جشعة نعم. يعني مادي فقط زلمة ما كتير ما كتير بيهتم بالعلاقات الإنسانية ما كتير بيهتم حتى بشغله بالصبغة الإنسانية اللطيفة الحلوة للعمل حتى بيتحول العمل بالنسبة له هو يعني حتى بيكون منكد عليه على فكرة أو يعني الشخص اللي بيكون عايش هيك نعم. بيكون عايش دائما برعب لأنه إذا هو صحيح. متمسك لهي الدرجة بالمكسب المال. فهو نايم عم يفكر شو عم يصير بالشركه، شو عم يصير بالمكتب، دخل حرامي، البورصه، البنوك، الفلوس، الكذا الكذا، مم. عايش عايش حياه للاسف يعني تعيسه بكل مقاييسها دكتور فينا نطبق النماذج اللي حكيتها حضرتك على الثوره السوريه مثلا، قد شفنا ناس صحيح. بالفعل دخلوا بالثوره للمكسب فقط للاسف او غيرها، يعني بنقدر بنقدر نطبق على هالنموذج الحي اللي احنا عايشينه انت سبقتيني <applause> انا كنت حأدخل بالموضوع لأنه بصراحة نعم. أنا كثير سعيد في ناس من جوا عم يتابعونا نعم. من سوريا ومن السعودية من كذا من كذا بلد عم يبعثوا لي انه نركز على التطبيق على المجتمعات العربية نحكي عن نعم. عن عن المجتمع السوري فإن شاء الله بكل حلقة حيكون في اسقاط على اللي عم يصير بسوريا اكيد السبب يمكن اللي وصلنا لهون هو هو عدم فهم الناس لهي المبادئ اللي هي انسي ستيفن كوفي وانسي العادات السبع اللي هي مبادئ الانسانيه اللي هي مبادئ الدين اللي هي عم يعني يدعي الدين, الدين هي مبادئ الدين هي مبادئ الاسلام آه المنفعه للجميع آه يعني الشورى هذا هذا يعني. شيء شيء اساسي اصلا يعني بعمق الدين بعمق مفهوم الدين أه ف باللي عم يصير بسوريا انه يعني في كثير ناس فعلا دخلت على الخط نعم شافت في مكسب دخلت ودخلت على الخط وخربت بدون رميق. قناعه فعليه مثلا ما في مبدا لا يعني. حكينا طيب نحن حول المبدا قديش مهم الانسان قديش بصير بيعطي بيعرف حاله هو شو بده اصلا بهي الحياه عنده صح. رساله هذا لا عنده رساله لا عنده مبدا ما عنده اي شيء اخر برضه بالطرف الاخر نفس طبعا. الشيء ما في مبادئ مم. تنازلات أه مكسب فقط مم. مثل ما حكينا او نحرق البلد انا او لا احد فهذا اللي عم يصير من 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 هذاك الطرف بشكل اساسي م. وبالطرف الثاني دخل برضه كثير ناس بيعتنقوا نفس المبدا مكسب فقط مكسب خساره, خسارة, خسارة, خسارة. خسارة. او مو مو مكسب نعم. خساره شخصيه او ماليه بالتاكيد انه انا قديش فيني استفاد قديش فيني اخذ هذا اللي مركز عليه وكل حدا فينا هلا كل حدا عم يشوفنا يراجع حاله هو كيف عايش صح. يراجع حاله هو هو هو, هو شو شو كيف بيفكر؟ طب بيفكر الثورة مكسب السورية مكسب؟ شو المبدا اللي عم بيتم تطبيقه بالعاده الرابعه؟ خساره خساره مكسب خساره، شو الاكثر موجود بالثورة السورية؟ يعني الواقع آه هو هو, يعني هو <applause> للاسف مكسب خساره يعني آه آه بالشيء اللي احنا شايفينه، نعم على فكره في كثير ناس نعم على الارض آه الشباب اللي عم يشتغلوا بالاغاثه، اللي عم يشتغلوا بتوصيل الدواء، نعم اللي عم يشتغلوا بالامور الطبيه، اللي عم يشتغلوا هدول الناس <applause> آه عفوا هذول الناس اللي, اللي يعني آه عم عم يعطوا بكل يعني عم يعطوا روحهم احيانا صحيح آه هذول الناس اللي شغالين على مبدا آه مكسب مكسب هو شو كسبان حتقولي لي لا خساره مكسب لا مكسب مكسب لو خساره مكسب وصل حيوصل ليوم يلاقي حاله انه انا انا انا, أنا يعني محبط وبده مشكله ولكن هو عم يكسب اوف يعني أتيزمنت يعني تمامًا إنه يعني تحقيق إنجاز معين. عم, عم يحقق ذاته بالنهاية نه. عم يحقق ذاته عم يوصل لمرحلة إنه أنا عم بعمل شيء رضيان عن حاله ماني عم بتفرج okay, okay. يعني هاي العادات الثلاثة الأولى. الشخص عم بيطور بذاته وعم بيساعد اللي كنا حكينا عنهم الاسبوع الماضي هذا اشتغل على حاله مبادر نعم وعرفان شو بده والغاية فيه في ذهنه ومرتب اولوياته نعم هلا هو عنده مبدا مكسب مكسب انا صحيح لازم انا هو عم يكسب اللي حكينا تحقيق الذات و والعطاء بالنهايه له مردود، احب الخلق الى الله انفعهم لعياله. نعم. آه آه هذا الكلام هو اخذه نعم. بشكل بشكل دكتور كامل. دكتور لازم نحكي بالابعاد الخمسه، قبل نعم. يعني سؤال سريع، آه هل بتشعر انه هالنماذج او اقتناء هالنماذج له علاقه بالسيكولوجية السيكولوجية البشريه او سيكولوجية الانسان؟ شخصية. او انت من الاشخاص اللي بتفكر لا انها مهاره ممكن نزرعها عند اطفالنا من وقت كثير صغير؟ اكيد هي هي شيء بينزرع آه والا كان يعني لو بدنا نقول العادات السيئه هي موجوده بالفطره كان ربنا ما حاسب حدا وحسب انت زرعتها فيني وخلص ما انا هيك يعني قدر قدر الشخص قد يقول انا هيك آه. حسب آه. نمط الشخصيه ايضا صح طبيعه الشخصيه اذا اجتماعيه اتكاليه أو يعني برضو برضو هو هو شيء يكتسب. يكتسب يعني نعم. يعني غالبا الجانب الاكبر منه هو يكتسب نعم. بمفهوم القدر بيقول لك انه الاسباب يعني خذ بالاسباب وكانها كل شيء صح واعتمد على الله وكانها لا شيء نعم فهو مبدا انه انه هذا الشيء الله هيك سواني لا لا انت 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 سبب كل شيء عدل. انت بدك تشتغل كل شيء نعم. انت اللي قدران تغير كل شيء آه الظروف اللي حولك الظروف اللي انت عايشها سواء كنت بسوريا او كنت باي مكان صح هي ظروف مؤثره بس انت سبب فيها سيئه يعني و... وكلنا حاسين قديش الوضع سيء بس انت قادر انك انت تغير. تعمل شيء هذا بي... 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 موضوع كثير مهم خلينا نفوت بالابعاد نفروب الابعاد الحلقه انه القدر واحنا مفهومنا القدر وكيف نقدر نساهم في انه يكون قدرنا افضل قد يكون يعني خلينا نرجع للابعاد البعد الوقت البعد الاول هو البعد الشخصي يعني من من الناحيه الشخصيه <applause> انا كشخص سمات ثلاثه هي الامانه بدايه بس يكون عندي انا الامانه يشعر الشخص اللي مقابلي انه انا شخص قد المسؤوليه وامين بصير في تنازلات بنقدر نوصل للمكسب مكسب الامر الثاني اللي هو النضج النضج هون مقصود فيه العقلي ولا العاطفي ولا ايش مقصود فيه لك النضج هون قاصد فيه بالضبط موضوع التوازن ما بين الشجاعه وما بين مراعاه شعور الاخرين أوكي. لو كان مراعاة شعور الآخرين عالي جدا والشجاعة قليلة مه. فهون بيصير خسارة مكسب صح لو كان مراعاة شعور الآخرين قوي مه. مه. والشجاعة عالية عند الإنسان مكسب مكسب يعني تمام مصفل. وهكذا الأمر بي بي بيتفاوت ما بين التصنيفات الستة اللي حكيناها حسب النضج قديش أنت عندك مراعاة شعور الآخرين موجود أوكي بس لا تخليه يطغى بشكل كثير كبير تكون انت كثير ضعيف وبس ونهزامي. بس صح. الناس مراعاه شعور الاخرين لازم كذا بالنهايه في انت لا تنسى اوكي خلي الموضوع قوي عندك بس برضه كمان الشجاعه وذاتك ما تنساها لازم تكون متوازن لا. مثل ما حكينا حتى ما تستهلك حالك طبعا. حتى تقدر تضلك عم تعطي وتقدر تضلك قوي وتقدر تضلك الانسان اللي بياخذ بضل عم يعطي يعتني. ما حدا قال ابدا العطاء انه انا اعطي من جانب وخلص وقف بس ما مم. ما يكون عندي أي شيء بالنهايه فقد الشيء لا يعطيه اصلا يعني انا, أنا كثير بقتنع فيه هذا المثل يعني لازم انت تكون كسبان شيء حتى تقدر تعطي بالمقابل اذا عندنا المسؤوليه او الامانه النضج البعد الثالث أه السمه الثالثه الامانه النضج وعقليه الوفره هي السمه الثالثه للبعد الاول اللي هو الشخصيه أه العقليه الوفره وعقليه الندره كثير ناس بتعتمد مبدا مكسب خساره لانه شايفه انه انه الكون حيخلص اذا انا ما اخذت هدول ما رح يترك ما حييجيني ما في غيره نعم. يا جماعه والله الحياه فيها كثير شغلات <applause> في وفره في وفره نعم. آه يعني بكفي بدائل يعني عندنا نحن قطعه جاتو صغيره بموضوع المفاوضات بيدربوا احيانا نعم. انه انت كبر الكيكه شوي والكل ياطل. أنت شايفة شايف الكيكه هالقد صحيح فانت ما حتكفيكم انتو اثنين طيب نفكر نعم. شو فينا كيف فينا نكبر قطعه الكيك حتكفينا نحن الكل الكون في في كثير رب العالمين خلق الدنيا وخلق معها شيء يكفي الكل لما حدا بياخذ حق غيره بينقص الحق الثاني، لذلك في عندنا فقراء لانه الاغنياء اخذين حق الفقراء طبعا. لو 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 الناس ماشيين بطريقه سليمه كان كل الناس اخذوا حقه، فما تفكر انه انه يا جماعه انه اذا اخذ مني انا ما في خلص الكون خلص الندره عقليه الندره انه هي مو موجوده انا اذا عم اتفاوض مع هذا الزلمه وراح هذا الشيء مني أوكي انا اذا عم حتى على المستوى المعنوي اذا انا عم اقدم مهاره تمام دائما بيفكر اذا انا اعطيتها لحدا ثاني إيه راحوا الزباين من عندي اذا فتح فلان جنبي محل إيه انا ما في رزقه شوفي البني ادم للاسف ما بيتفكر تفكر يا اخي زي على السوق شوف ال100 محل جنب بعض لكلهم شغالين شغالي دكتور عقليه في وصفه للاكل ولا طبق حلو للاسف ناس بتفوز فيها لالها قديش في فنادق بعمان لكل الفنادق مليانه في ناس يعني يعني الانسان يفكر انه انه دائما في عقليه الوفره اللي عنده بيفكر بعقليه الوفرة بعيدا عن عقليه بيعزز التنافس والنضرق. الايجابي يكون بيكون الانسان واعي انه في شيء يكفي الكل بالعكس خليني اعطي غيري انا بيرجع لي باخذ اكثر, أكثر أنا. باخذ اكثر نعم. الثاني هو بعد العلاقات نعم أه لما يكون في علاقه طيبه انا باني علاقه جيده ما بيني وبين الشخص إيجابي. المقابل علاقه ايجابيه علاقه تعتمد على الاحترام وتعتمد على الثقة كثير بنلاقي الفرق بموضوع العلاقات بصير المكسب مكسب أسهل صح أسهل لأنه بالنهاية الشخص اللي أمامي بيثق فيني الشخص اللي أمامي في علاقة احترام بيني وبينه في علاقة ثقة. موني في علاقة ثقة فهذا البعد الثاني كثير مهم وكثير بياثر على على مكسب مكسب وبيخليه اقرب للتطبيق يعني كانه بالمثل الشعب البسيط الدنيا اخذ وعطى يعني اليوم انت بتتنازل عن شيء معين حتى انا اخذ اخذ أخد يعني الايام أعطأ أعطأ. كفيلة انه تتقمص الدور الثاني يعني طبعًا. البعد الثالث آه الاتفاقيات مكسب. يعني انا بس بدي كثير مهم انا بس اعمل اتفاق مع حدا يكون اتفاقي واضح اعرف الموارد اللي بدي اياها النتائج اللي بدي احصل عليها كل ما يخص الاتفاق يكون واضح وموجود على الطاوله هذا بيعزز بالمرات المقبله المكسب مكسب انه كانت الامور واضحه و... وتمت بنجاح فبس يكون في عندي عمليه تفاوض او اي شيء عم فكر فيه بالحياه انا بدي افكر فيه ضمن مكسب مكسب خلي الاتفاق يكون واضح خلي بالنسبه لي انا اعرف شو الشيء اللي بدي احققه من هذا المكسب شو المكسب اللي بدي اياه انا وشو المكسب اللي بدي اياه الاخر <applause> ونعمل على عليه. النتيجة، فكر انه هي النتيجة اللي بدنا اياها نحن ونبلش نشتغل بخطوات لتحقق هي النتيجة. هلا هل الانظمة المساعدة بالشركات بالشركات مم. لازم يكون في نظام بيعزز المكسب مكسب، يعني بس يكون في عندي عملاء تمام؟ انا بدي افكر العميل شو بده يستفيد. في شركات كثير بتفكر الشركة المكسب. شو بدها تحقق مكسب. المادي طبعا, طبعاً. طيب بالنهايه في عندك عميل انت اذا اذا فكر لقدام شوي لفكر عميل وراح للشركة يعني اذا اذا العميل اخذ اللي بده اياه واستفاد ارضاء العميل اه بيكون حيستمر العميل معك تلاقي مندوب مبيعات يفوت على شركه وقيسيها بكل الاحوال على حياتنا يعني عموما فوت مندوب المبيعات على على محل بس بده يحصل حق الشركه <applause> فبالنهايه العميل بيستاء انه انا طب انا بدي استفيد انا عم بشتغل معك حتى استفيد بدي خدمات ايضا العميل انت وحتخسر الناس اللي حواليك عموما لو قسناها على حياتنا ف مهم موضوع انه يكون في نظام حتى بحياتنا نحدد انه نحن قائمين بحياتنا على على موضوع مكسب نعم. مكسب دكتور وسام عم بمر الوقت بسرعه للاسف وما ضايل غير تقريبا دقيقتين ثلاثه ريت مجموعه الساجة. من مسائح. النصائح لمكسب مكسب وهي العاده الرابعه في العدد السبع الاكثر فاعليه تمام هلا اول شيء كل حدا عم يسمعنا يفكر بشيء بده يشتغله لقدام يفكر بعمل مقبل يفكر بقى هو كيف عادة بيشتغلوا لو لقى مكسب مكسب أوكي قدي بحس هاي لازم نطبقها مع أولادنا يعني حتى اولادنا باعمار معينه وخاصه لما مراهقين قد لازم نفكر بمكسب مكسب يعني نراعي انفعالاتهم تغييراتهم الفسيولوجيه البيولوجيه كثير منريح انفسنا وبضلها الثقه موجوده العلاقه كثير 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 ابهات وامهات بس بدهم يفرضوا رايهم بس انه لازم لازم نعم. يحققوا عندهم عندهم مجموعه ليست من القوانين لازم تطبقها انت مثل ما هي بالنهايه هو عنده راي وعنده حياته وعنده موضوع طويل طبعاً هي <applause> نماذج المفروض نحكي فيها بس أخرى تمام خلينا نحكي مثلاً عن مثل ما حكينا حدا عنده عنده عمل مقبل فكر هلا إنه أنت كيف عادة بتشتغله بعدين فكر لو بدي اشتغله مكسب مكسب آه شو العقبات اللي ممكن تواجهني بلش إذا بتتذكروا حكينا سابقاً عن التأثير هي العادات كلها مرتبطة ببعضها ببعض فكرة. صحيح فلازم كله يكون متوازن دائرة التأثير أنا ممكن أثر على العقبات اللي موجودة أمامي كيف ممكن أتجاوزها لحتى أقدر أوصل لموضوع المكسب مكسب وأقدر أحققه بس بالنهاية لازم تفكر من هلأ أنه أنا أوكي بدي حقق مكسب مكسب طب أنا ممكن تواجهني العقبة كذا كذا بلش هاي العقبات حط لها حلول فكر بالخيارات اللي ممكن توصلك للنتيجة المرضية بالنسبة لك أمر آخر تخمص شخصية الآخر فكر بالشخص اللي قدامك فكرة هي كثير مهمه مم. اي حدا انت عم تتعامل مع مع كثير ناس بحياتك على مختلف المستويات فكر بعقليه الاخر نعم تقمص بالمفاوضات بيقولوا البس حذاء الاخر او ضع نفسك في مكان الاخر تمام فكر بشخصيه الشخص اللي قدامك كيف هو بيفكر شو بده هو ليش هو رفض عرضك حط حالك محله وفكروا ب موضوع القاعده المشتركه اللي بيناتكم وابنوا عليها فكروا بشيء مشترك بيناتكم وابنوا عليه حتى توصلوا للحل الاقرب للتنفيذ مم. وهون كمان يمكن اساس مهارات التعاطف اللي انا برايي لازم نحكي عنها ونعملها حلقه لانها كثير اساسيه يعني في حياتنا الانسانيه ايضا نصيحتين اخيرات رساله الحياه اللي انت كتبتها ارجع راجعها باول شوف هي مبنيه بتتذكري حكينا باول حلقه عن لا. رساله حياتنا مبنيه على موضوع المكسب مكسب صحيح أو لا أيا كانت ظروفك وين ما كنت بسوريا خارج سوريا فكر برسالة حياتك هي مبنيه على موضوع المكسب مكسب أو لا هي مبنيه على منفعة الآخرين أنت شو عم تقدم بحياتك للناس؟ شو عم تقدم بحياتك للناس؟ فكر بهذا الموضوع الهدف عدل عليها إذا آه، إذا ما كانت موجودة وأخيرا آه، كل حدا فينا يفكر ببعد استراتيجي شوي تذكر أنه بناء العلاقات هو شيء بيخدمك هلا وبيخدمك لبعدين تذكر انت لما لما تطلع بمكسب خساره خسرت الشخص اللي قدامك اي حدا خسر بالنهايه انت انت فتي بي بي بعقد مع اي مع اي قناه ولقيتي حالي خسرانه حترجعي بعد ما يخلص لا. العقد للقناه اكيد لا م -م. فهنا تاثر على غيرها انه ما تروحوا على هاي القناه مثلا هي حيخلق طاقه سلبيه بتاثر على هذا الشخص ففكر بالعلاقات انه هي بتعمل معك فرق كثير كبير لقدام مزبوط. وقت ما حضرتك دائما بمرق كثير بسرعه الملفت في هالعادات وبطريقه طرح حضرتك ايضا انه لما بنسمع استراتيجيات تفاوض دائما بروح ذهننا للتجاره البزنس السياسه لكن احنا بالفعل بنقدر نطبقها بحياتنا الشخصيه وحياتنا مع اولادنا والانسانيه ان شاء الله بالاسابيع القادمه بنعطي امثله اكثر اهلا وسهلا فيك دكتور حسام حداد خبير في التنميه البشريه اهلا, أهلاً. ومشاهدينا فاصل بنرجع واياكم لفقره حياه الناس خليكم معنا